السلام عليكم، معكم محمد. جيت نكملكم القصه ديالي انا ولاني، وهذه البارتي الخامسه، واللي ما شافش الاجزاء الاولى يشوفهم غادي يكمل هذه البارتي. من بعد اخوتي جا الوقت اللي غادي نسافر فيه للمغرب، من بعد ما دوز الشهر في الفلبين. هزينا الشنطه ديالنا وقصدنا المطار انا ولاني. مشينا للمطار فكنت فاجئ بواحد الصدمة اللي كانت قوية علينا أنا وياها، اللي هي لاني منعوها أنها تسافر، والسبب هو أن الباسبور ديال لاني بقالو غير شهر وغادي ينتهي المدة الصلاحية ديالو، لأن أي فلبيني كيدير في عمره 18 عام كيقاد الباسبور، لان كل مواطن فلبيني الباسبور ديالو هي لاكارت ديالو او بطاقه التعريف نتاعو، لانه هما الا بغيتي تسافر من مدينه لمدينه كيخصك اما طياره ولا باطو، وضروري الطياره كتركب ليها بالباسبور. داكشي علاش الباسبور ديال لاني كان قديم وتحدى الاجل ديالو، وكان البي ديال الطياره ديال لاني كان غير الاهل ديالها هما اللي جمعوا لها شويه الفلوس باش انها تقطع البي. والمشكل الكبير هو ان لاني ما قدرش انها تسافر معايا، لانها ما خلاوش انها تركب وتسافر. المشكل هو الباسبور ديال لاني انتهت المده الصلاحيه ديالو اللي خصها تكون فيه على الاقل اكثر من 4 شهور باش انها تسافر، فالمشكل كان قل من شهر او لا شهر. فتما فشلت الركابي ديالي، فشلوا وحتى لاني بقات كتبكي لانها ما تقدرش تسافر معايا، وحتى البيي ديالها قطعناه غالي، الثمن ديال 6000 درهم باش قطعناه، وكتشوف انها غادي ترجع للدار ديالها وانا غادي نسافر وما غاديش تقدر انها تسافر معايا. تما كانت صدمة اللي صعيب انها يتقبلها شي واحد. فمن بعد عنقت لاني وقلت لها ما عندنا ما غادي نديرو، يمكنناش نديرو شي حاجة مستحيلة. انا غادي نمشي نسافر للمغرب وانتي رجعي للدار، وانا كنوعدك على انني غادي نقطع لبي وغادي نصيفط لك باش انك تجي عندي للمغرب. لاني بقات كتبكي جاتها السخفة، قالت لي عندك تخلي عليا، عندك تركني، عندك تخليني مع والديا، عندك تسمح فيا، عندك تمشي للمغرب وتنساني، احنا ولينا مجوجين. فحتى انا كنت كنتمنى على ان الارض تشق وندخل في وسط منها وما نتحطش في هذا الموقف اللي تحطيت فيه في ذاك النهار. قلت هذا قدر ما عندنا ما غادي نديره. قلت لها لاني انا كنوعدك ثم كنوعدك ثم كنوعدك على انني مستحيل انني نتخلى عليك، انا بديت هذه المغامره وغادي نكمل عليها حتى نحقق الأمنية ديالنا ونعيشوا بعضياتنا. من بعد لاني رجعت، من بعد ما جلست أكثر من ساعة في المطار وهي كتبكي بوحديتها، ركبت في الطيارة ولاني كتصل بيا وكتقول لي ركبتي، قلعتي، طرتي ولا مازال؟ قلت لها أنا قريب. قد مسكينه كتسناني من برا المطار حتى تشوف الطياره داتني عاد ترجع للدار، حدني مازال في الفلبين غادي تبقى كتسناني في المطار حيت كتقول ربما يوقع شي مشكل وما يخلوك السفر ولا شي حاجه كيف ما وقع لي انا. تمسكينه شافت الطياره طالعه وكنتصل معاها في التليفون وكتبكي كتقول راني كنشوف الطياره غاديه وانا ما معاكش تما في ذاك اللحظه.
كنت تزرحت بزاف الخوت، ديك اللحظة كانت قاسعة علينا بزاف وصعيبة. من بعد أخوتي رجعت للمغرب وتعرضوا لي الأهل ديالي في المطار، كيتفاجئوا حتى هما لأنني ما جيتهاش معايا، جاي بوحدي. الأهل ديالي خافوا، قالوا شنو وقع لكم، شنو وقع لاني، علاش ما جاتش معاك؟ عاودت لهم الموقف وعاودت لهم المشكل اللي وقع لينا. فالأهل ديالي ما كان حتى شي حاجه بيديهم باش انهم يعاونوني، ولا انهم يقدروا انهم يشتروا لي التيكيت يخليوا مرتي انها تجي لعندي. حتى الأهل ديالي ما فعلهمش، ما عندهمش، الناس كبار ما عندهمش امكانيات. فانا بديت بدك الشيء اللي كنت بديت فيه نهار الاول، ديال الخدمه في الموقف، فلاحة، بني، بديت كنتكرفص، وكل نهار كنعيط لاني كنقول انا ما سامحش فيك، انا مازال معاك، انا راني كنخدم باش انني نولي نعاود نقطع لك بيه باش تجي لعندي. ولاني ديما مسكينه كتتصل بيا وكتفكرني وديما كتسول فيا، تقول لي عندك تخلى عليا، عندك تنساني، انا نقدر نهبل الا تخليتي عليا. وحتى من داك النهار اللي انت سافرتي فيه وانا بقيت رجعت للدار ما دانيش النعاس، وتمولفه دائما كتنعس حدايا، وحتى هي مسكينه كانت كتحاول باش انها تدبر فلوس البيه باش انها تجي لعندي، ولكن ما طلع حتى شي حاجه بيديها. امكانيات كانت قليله بزاف، كنا واحد الدرجه اللي ما تصوروش ديال الفقر كنا فيها. فصعيب في ذاك الوقت انني نقدر ان ندبر 6000 درهم ولا 7000 درهم في ذاك الوقت. بديت كنخدم 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 كنخدم، وحرمت راسي من بزاف ديال الحوايج، حتى وفرت 6000 درهم في المدة ديال 5 شهور. وانا كنجمع في الفلوس، جمعت فيها 6000 درهم، وكاين صحابي اللي عطاني 1000 درهم، وكاين اللي عطاني 500 درهم، عاونوني بها حتى صحابي، حتى خوتي كان اللي عاوني بشوية بشوية باش انا نوفر فلوس لبي. وعيطت ليها باش نفرحها وقلت لها جددي الباسبور ديالك، راني قريب نجمع الفلوس باش نقطع لك البي، ما بقاش بزاف. فرحت بزاف وبقات كتبكي بحال لي اول مره غادي نشوفها وغادي نتلاقاها. قلت لها ما غاديش يديني النعاس حتى نشوفك، امتى يجي داك النهار اللي غادي نولي نعاود نشوفك فيه. قطعت ليها البي من المغرب وصفت لها تصويره ديال البي اللي قطعت ليها باش انها تجي، وعطيتها الموعد فوقاش غادي تجي لعندي، يعني فوقاش انها تركب في الطياره باش تسافر للمغرب. فمن بعد كذلك لاني فرحات منين سمعت هذا الخبر هذا، والاهل ديال لاني زادوا تقوا فيا اكثر وزادوا عرفوني بانني انا انسان ما نقدرش نتخلى عليها وكنبغيها بزاف. ففي ذاك اللحظه فرحت بزاف وفرحنا كاملين باش اننا نوليو نتلاقاو بعضياتنا مره اخرى. تقدوش ما تصوروش معايا الفرحه اللي كنت فرحان بحال اللي اول مره غادي نولي نعاود نشوف لاني. من بعد لاني جا الوقت اللي غادي تسافر فيه عندي للمغرب، قدت المسائل ديالها وصابت الباسبور ديالها وقدت كل شيء، ومشات للمطار وركبت في الطياره وعيطت ليا، قلت لي حبيبي محمد انا جايه لعندك، شحال باش نوصل لعندك؟ بديت كنضحك، قلت لها هذيك المسافه اللي جيت عندك بها هي المسافه النيت اللي غادي تجي عندي بها، طريق طويله باش تعرفي النيت شحال ديال الطريق باش وصلت لعندك. بدينا كنضحكوا وكنتمنوا فوقاش نشوفوا بعضياتنا.